السلام عليكم. لا يكاد السودان يقوم من عثرة سياسية إلا ويسقط بأخرى. فمنذ شهر آب أغسطس من عام 2019، وهو تاريخ توقيع المجلس العسكري المنحل وقوى إعلان الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية التي من المفترض أنها نظمت هياكل اقتسام السلطة بين المدنيين والعسكريين وحددت المدة الانتقالية، منذ ذلك الحين لم تستقم أمور البلاد التي مرت بمنعطفات تمثلت بعزل الحكومة المدنية من قبل العساكر تارة وبتمديد المدة الانتقالية تارة أخرى. انطلاقا من هذا الواقع، أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير قبل أيام رؤيته لإخراج ما أسماه الانقلاب العسكري في البلاد من المشهد السياسي. تضمنت الرؤية سلسلة نقاط من أهمها اختيار القوى الثورية رئيس الحكومة ورأس الدولة، وإصلاح مؤسستي الجيش والأمن، وتشكيل سلطة مدنية تقود البلاد فيما تبقى من المدة الانتقالية، وكذلك مراجعة اتفاق جوبا للسلام الموقع بين الحكومة المعزولة والجبهة الثورية التي تضم الحركات المسلحة في السودان. لكن قوى سياسية أخرى في البلاد أعلنت رفضها الرؤية، معتبرة أنها ستعود بالبلاد إلى الوراء، خصوصا وأن هذه الرؤية تنص على مراجعة اتفاق جوبا للسلام السوداني، وهو ما لا تقبل به هذه القوى السياسية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج حديث العرب وبحث ملف التطورات السياسية في السودان، لكن بعد متابعة التقرير التالي. الجيش سيخرج من المشهد السياسي ومجلس الوزراء، وسيتكون مجلس السيادة من شخصيات مدنية تختارها القوى الثورية. تصريحات صادرة عن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان تتحدث عن رؤية سياسية تمهد الطريق نحو إعلان وشيك لاتفاق بين المكونين المدني والعسكري يفضي إلى إجراء انتخابات بعد نحو عامين. الاتفاق المنتظر يتضمن كذلك كتابة دستور انتقالي وتشكيل برلمان يضم جميع الأحزاب والجماعات باستثناء حزب الرئيس السابق عمر البشير. ويتضمن الاتفاق أيضا خطة لإصلاح الأمن وتشكيل مجلس للأمن والدفاع بقيادة مدنية برئاسة رئيس الوزراء، ويضم ممثلين من الجيش والجانب الأمني. غير أن الأمور لا تمضي في السودان بهذه الوتيرة التي يصفها بعضهم بالحالمة، إذ إنه مع تواتر التصريحات من المدنيين والعسكريين بشأن قرب إعلان الاتفاق، ولكن بعض القوى السياسية المنضوية ضمن إعلان الحرية والتغيير أعلنت رفضها ذلك الاتفاق المزمع إعلانه، مؤكدة مناهضتها الاتفاقات كافة الساعية إلى إجهاض حراك الجماهير المطالب بإزاحة العسكر واستعادة الحكم المدني. وأعلن ذلك أيضا حزب البعث العربي الاشتراكي. أما تجمع المهنيين السودانيين فقد أكد قياديون فيه أنهم غير معنيين بالتسوية بين الحرية والتغيير ومن وصفوهم بعسكر المعزول عمر البشير، وأنهم يتبنون خطا ثوريا يستهدف إزاحة السلطة القائمة بحراك جماهيري ومواثيق سياسية معلنة لا تبرم داخل الغرف المغلقة. وبحسب محللين فإنه مع محاولات قوى الحرية والتغيير تحريك المياه السياسية الراكدة منذ سيطرة العسكريين على السلطة قبل سنة، ولكن العملية السياسية الجارية ستواجه بصعوبات جمة تتعلق بمدى التزام العسكريين بوعودهم بشأن اعتزال السياسة، وكذلك تتعلق بقدرة المدنيين على حسم خلافاتهم إزاء الاتفاق مع المؤسسة العسكرية التي يرون أياديها ملوثة بدماء الشعب السوداني. إذن خطة لتحالف قوى الحرية والتغيير تطمح من ورائها إلى وضع البلاد على طريق الاستقرار السياسي. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ حامد ممتاز، وزير الحكم الاتحادي الأسبق في السودان، وكما ينضم إلينا عبر تطبيق سكايب من العاصمة التركية أنقرة الدكتور وليد الطيب، الوليد الطيب، الباحث في مركز البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة إفريقيا العالمية. أهلا بكم ضيفي الكريمين. لو بدأنا في الاستوديو أستاذ حامد،
هل هذه الاتفاقية بالصيغة التي كتبت بها بالملابسات التي جاءت فيها قابلة للتطبيق؟ بالتأكيد لا، لأسباب محددة. أولا، الحرية والتقرير مجلس هلامي نشأ بعد انقلاب 11 أبريل في 2019، ومن بعد أيام الحكومة المدنية انقسم إلى قسمين، وأصبح فيه حزب واحد كبير وثلاث أحزاب صغيرة لا ترى بالعين المجردة وليس لها احتشاد جماهير على مستوى الساحة السياسية السودانية ولا حتى تاريخ سياسي في السودان. الاتفاقية هذه التي تجري الآن أولا هي محاولة اختطاف الدولة والسلطة في السودان. من الذي يحاول؟ هذه جهات أجنبية هي التي تدير الأحداث الآن في السودان وتعمل على انتزاع السلطة بغير ما دخول الدستوري. من هذه الجهات الأجنبية؟ هي معروفة ومعلومة، هي جهات ما يسمى بالرباعية. الرباعية تمثل أربع دول اللي هي في الإقليم وفي المنطقة، ويشتغل على السفراء الموجودين في الإمارات السودان ومصر وإثيوبيا، الإمارات والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه التي تجري العملية وفقا لمخططاتهم الأجنبية لصالح قوى الحرية والتقرير، وهذا الأمر يبنى على أساس دستوري نفسه معيب، ومعروف أن الدساتير لها خبراء ولها طريقة في كتابة هذه الدساتير. الذي قدم الدستور الذي تبنى عليه هذه الاتفاقية هي نغابة تسييرية للمحامين السودانيين، وبطبيعة الحال لأن تبني دستور يدير دولة لابد من تفويض دستوري شعبي، قيام انتخابات تنتج عنه مؤسسات دستورية. لكن هذه وثيقة دستورية. لكن هذه وثيقة دستورية مؤقتة. حتى وإن كانت مؤقتة بنيت على أساس سياسي، وبطبيعة الحال لدينا تجارب في السودان أن الفترات الانتقالية تحكم بمراسيم وليس بدستور لأنها فترة مؤقتة. ولكن الذي يجري الآن وأسبقت الحديث عنه بأنه هو اختطاف للسلطة في السودان هي محاولة تمكين هذه الأحزاب لحكم السودان لسنوات طويلة متعددة بغير ما انتخابات وغير ما تفوض دستوري. لماذا هذه الأحزاب تحديدا؟ يعني هم مدنيون ومطالب السودانيين بأن يكون على رأس السلطة مدنيين. يا أخي، قضية مدنية، قضية مدنية هي تلبيس وتدليس للوقائع السياسية في السودان، وليس هي الرغبة في إقامة حكومة مدنية، وليس الفرق بين المدنيين والعسكريين أن تكون هي بزعة عسكرية. هؤلاء الذين يدعون المدنية هم أسوأ من العسكر في الشمولية، حكموا سنتين من تاريخ السودان والنتائج كانت معلومة بالنسبة للناس. شمولية قابضة ثم قهر للناس ثم سجون ثم دكتاتورية معروفة في تاريخ السودان لم تحدث من قبل. تقصد بعد عام 2019؟ نعم، حصل فيها إخلال كبير جدا بالقضايا العدلية، وحصل فيها اختلالات ضخمة جدا في الأجهزة القضائية. ما يجري الآن هو ليست إقامة حكومة مدنية، ولكن هو اختطاف حقيقي للسلطة لصالح هذه الأحزاب التي لا تستطيع. لكن معذرة أستاذ حمد، يعني المبادرة وأنت طلعت عليها تنص على إخراج العساكر من السلطة وعلى اختيار القوى الثورية، يعني لم تنفرد هي باتخاذ قرار، وإنما ضمت إلى هذه الرؤية القوى الثورية التي هي ستختار رئيس الحكومة والمجلس السيادي الذي يمثل رأس الدولة. من هي القوى الثورية؟ من هم؟ كيف يعرفون القوى الثورية؟ الأحزاب المدنية في الأرض. كيف تعرف الأحزاب الثورية من دون الأحزاب الثورية؟ هم نفسهم الذين كانوا يدعون الثورية انقسموا على قسمين، أحدهم طرد الآخر من السلطة، وأحدهم طرد الآخر من الاتفاقية هذه. نعم. إذن ليس هنالك إجماع على القوى الثورية نفسها. الحل الوحيد في أن تتوافق هذه القوى على إدارة المرحلة الانتقالية لفترة محدودة تهيئ الانتخابات. ولكن ما يجري عكس ذلك تماماً. ما يجري هو فقط محاولة اختطاف السلطة ومحاولة الحكم دون تفويض دستوري لفترات طويلة، هذا ما يجري. طيب لو انتقلنا إلى أنقرة، دكتور وليد مرحبا بك مرة أخرى. ليس مطلوبا طبعا يعني التوافق والإجماع على أي صيغة سياسية تقدم لوضع حل للأوضاع السياسية في البلاد، لكن هناك من يتهم الرافضين لهذه المبادرة بأنهم يضعون العصية في العجلات وأنهم لا يساعدون على وضع البلاد على طريق الاستقرار. لماذا لا يصطف المدنيون مع بعضهم لتحييد العساكر والتوافق الداخلي ضمن الصفوف المدنية لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة؟ طبعا هذه المعضلة هي معضلة قديمة جدا، بدأت منذ 11 أكتوبر المنصرم 2019، وكان من المعمول أن تستفيد القوى السياسية من تجارب السودانيين السابقة في الانتقال لمرتين في 1964 وفي عام 1985،
ولكن للأسف الشديد كنت آمل، حتى تحدثت بذلك في نفس اليوم في القناة التركية العربية، وقلت أتوقع أن يستفيد السودانيون من التجارب التاريخية التي مروا بها، وأن يتفقوا على فترة انتقالية قصيرة لا تتجاوز سنتين، وبناء على هذا الاتفاق ينسحب السياسيون تماما من المشهد السياسي وينصرفوا إلى أو من السلطة وينصرفوا إلى العمل السياسي استعدادا لتلك الانتخابات كما تحدث في العام 85 والعام 64. ولكن للأسف الشديد أن القوى السياسية خرجت من وراء الستار وقالت هي التي قادت الثورة ضد نظام الرئيس البشير، وهي صاحبة الدماء الزرقاء التي ينبغي أن تحكم في تلك المرحلة. وهذه لكن عفوا دكتور وليد، معذرة، يعني فيما يتعلق لو ناقشنا من الناحية الفنية السياسية محتوى هذه الرؤية التي قدمها تحالف قوى الحرية والتغيير، هل برأيك لحظت آليات وضوابط محددة لمنع وقوع السودانيين في مطبات سياسية مقبلة، بمعنى أنها لحظت كيفية إخراج العسكر من التأثير في المشهد السياسي لصالح إدارة بينية بين المدنيين؟ هي المعضلة هنا أن قوى الحرية والتغيير لم تستفيد من الدرس الذي مرت به. كان من المأمول أن تستفيد من التجربة التي مرت بها قبل 25 أكتوبر، وأن تتداعى مع القوى السياسية الأخرى للاتفاق حول رؤية لمستقبل الانتقال في السودان. ولكن الذي حدث أن القوى الحرية والتغيير أعادت الكرة مرة أخرى لتحتكر المشهد السياسي من جديد. هذا هو الخطأ الاستراتيجي الذي ما زال يؤثر على عملية الانتقال في السودان. وتلاحظ أن المكون العسكري حتى الآن لم يتحدث لا سلبا ولا إيجابا عن هذه الرؤية التي قدمت، ولكنه يتحدث عن أنه يدعو السودانيين إلى التوافق حول الانتقال المقبل والوصول إلى نظام أو حكومة بالتوافق. ولكن قوى الحرية والتغيير حتى الآن كما قلت ما تزال تمارس السياسة بذات الطريقة التي كانت تمارسها بها من قبل، فهي الآن تتحدث عن توسيع قاعدة الانتقال بضم شركاء الثورة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، لماذا لم تستوعب شركاء الثورة من قبل؟ يعني كانت في حكومة لمدة عامين كاملين ولكن لم تستوعب شركاء الثورة، بل بعض القوى السياسية سعت قبل سقوط نظام الرئيس البشير إلى التوقيع على ميثاق الحرية والتغيير، ولكن هذه القوى رفضت استيعاب تلك القوى في التوقيع على ذلك الميثاق. وهذا المشهد نفسه يتكرر الآن، هنالك جهة تملك المفتاح وهي التي تأذن للأحزاب التي تريد بالدخول إلى حظيرة قوى الثورة. وهذه هي المعضلة أستاذ جهاد في السودان الآن، أن هنالك قوة مدعومة دوليا كما أسلف الأستاذ حامد ممتاز وكما ورد التقرير، وهذه القوة نفسها تريد أن تعيد نفس السيناريو الذي كانت فيه، وهذا لا يمكن. أولا المشهد تغير تماما، الشارع الآن ليس متوحدا تماما خلف قوى الحرية والتغيير كما كان في السابق، وكذلك الآن الجيش نفسه أصبح أكثر وعيا بحراجة اللحظة التاريخية التي يمر بها السودان، وكذلك أكثر إدراكا لعوامل القوى الضعف داخل المكونات السياسية السودانية. فهو الآن يعني ضم إلى جانبه قوى سلام جوبا، وهي الطرف أو هي فصيل منشق من قوى الحرية والتغيير وسمي بالتوافق الوطني، والآن هو يفاوض مستندا على هذه القوى، وكذلك يفاوض مستندا على مبادرة الجد التي ضمت الطرق الصوفية والإدارات الأهلية التي تمثل القبائل، وكذلك يفاوض ومستندا على التيارات الإسلامية التي يعني ناصبت الحرية والعدالة أو اتخذت موقفا سلبيا من التغيير، الحرية والعدالة، الحرية والتغيير السابقة. فبهذه الموازنات المكون العسكري الآن هو في وضع جيد. أنا كنت في السودان وجيت قريبا، حتى الأوضاع المعيشية في السودان نفسها فيها تغييرات جوهرية الآن، يعني كانت هنالك ندرة وغلاء في الأسعار في الاحتياجات الأساسية، الآن في وفرة، صحيح في غلاء ما يزال، ولكن هذا التغيير نفسه لصالح هذا المكون الذي يعني الآن يفاوض. فبهذا المعنى لا أعتقد أن المكون العسكري سوف يوافق على هذه الرؤية كما تريد الحرية والتغيير، سوف يجري عليها تعديلات وسوف يدعو إلى أن تكون هذه الرؤية مبادرة أو
مسودة للتفاوض الطويل حول الوصول لاتفاق. طيب. وعندما يبدأ هذا التفاوض سوف تتغير هذه الوثيقة. نعم. تماماً. سنبحث هذا. سنبحث هذه التفصيلات بعد قليل، لكن دعني من خلالك أرحب بانضمام الأستاذ شوقي عبد العظيم الصحفي والمحلل السياسي، وهو معنا عبر الهاتف من العاصمة السودانية الخرطوم. أهلا بك أستاذ شوقي. يعني الملاحظ على هذه الاتفاقية أو السؤال حول هذه الاتفاقية، إلى أي مدى وضعت آليات وضوابط محددة تضمن عدم تكرار المشاكل، بحيث أنه لا تعزل الحكومة مرة أخرى، لا تمدد الفترة الانتقالية مرة أخرى، لا يتدخل العساكر في إدارة البلاد مرة أخرى؟ هل مجرد أرادت تحالف قوى الحرية والتغيير أرادوا أن يثبتوا أنهم موجودون في الساحة، أم بالفعل أنهم طرحوا مبادرة لكي تطبق وتعود بالخير السياسي على السودان؟ نعم، أنا أعتقد أن ضيفك الذي تحدث عن الأوضاع في السودان هو بعيد عنها كل البعد. الآن السودان يعيش أوضاع سيئة جدا اقتصاديا، هنالك انكماش اقتصادي غير مسبوق، هنالك تضخم تراكمي هائل جدا، غلاء في الأسعار وتردي في الخدمات أيضا غير مسبوق منذ تولي البرهان. طيب. السلطة، هنالك حجام عالمي من مساعدة السودان وإحصاء ديون السودان، كل المكاسب التي تحققت بعد الثورة هي الآن انهارت بعد هذا الإجراء. لكن عن المسائل الفنية السياسية في هذه الرؤية برأيك، هل 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 حوت على ما يضمن استقرار السودان وعدم تدخل العسكر مرة أخرى وإدارة البلاد بطريقة سليمة سياسيا؟ نعم، العسكر هم أعلنوا أنهم خارج السياسة، لن يتدخلوا في السياسة، لذلك حتى هذا الكلام الذي أدلى به ضيفك بأنهم سيعدلوا هذا الاتفاق أو سيفعلوا في هذا الاتفاق، هذا أيضا غير سليم. الشيء الآخر، لا توجد ضمانات في حقيقة الأمر، دعنا نقول نتحدث بصراحة، لا توجد ضمانات. العسكر لا ثقة فيهم الآن في السودان، الجمهور والقوى السياسية والمعارضة ولجان المقاومة لا تثق في العسكريين، لأنهم من قبل قالوا لن نفض اعتصام القيادة العامة، الاعتصام الذي كان أمام القيادة، وقاموا بفض الاعتصام، وهو الآن انقلبوا على الحكومة الثورة في 25 أكتوبر، فلذلك لا توجد ثقة في أنهم لا يقوم مغامر، هناك مغامر. نعم. جديد في إقامة انقلاب. طيب أو أستاذ شوقي، يعني نعم. أنت تعرف أن شقيق تحالف قوى الحرية والتغيير المنشق عنه وهو التوافق الوطني، تحالف قوى الحرية والتغيير، لكن جناح التوافق الوطني قبل أن يعلن عن هذه الرؤية رفض مخرجاتها ورفض مضمونها معتبرا بأنها ستعود في البلاد إلى مرحلة ما قبل ما يسمى بالأدبيات السياسية السودانية الانقلاب العسكري على حكومة حمدوك، وبالتالي هناك نوع من عدم الثقة باعتبار أن تحالف قوى الحرية والتغيير مدعوم دوليا من الرباعية الدولية للهيمنة على الحكم في البلاد. كيف يمكن معالجة هذه الشكوك من قبل شركاء تحالف القوى الحرية والتغيير في البلاد؟ أولا ليستقيم الفهم، يعني هم ليس شركاء الآن في الحكم، هم مجموعة الوفاق، هي مجموعة من الحركات المسلحة وغيرها، هي انحازت الانقلاب في 25 اكتوبر، وهي فارقت خط الحريه والتغيير وايدت انقلاب البرهان، لذلك هي ليست لا علاقه لها الان. اقصد الاحزاب السياسيه الاخرى اقصد. نعم، الاحزاب هي ليست احزاب معروفه، هي بواقع الامر حركات كفاح مسلح وحركات مسلحه كانت في هذه كانت مع ضمن الحريه والتغيير بعد اتفاق سلام جوبا، وبعض الاحزاب التي كانت تشارك النظام البائد نظام الإسلاميين هي ساندت انقلاب 25 أكتوبر، فهناك الآن الشقة كبيرة بين الحرية والتغيير وهذه الأحزاب، فهي تحاول أن تحافظ على الانقلاب، تريد أن تحافظ على مكاتبها. يعني هنا تقول كلاما مهما، تقول كلاما مهما أستاذ شوقي، هل أفهم من كلامك أن هناك قاعدة سياسية كبيرة متفقة على هذه الرؤية، وأن المعارضين لها ليسوا بذي شأن من الناحية الوزن السياسي في السودان؟ يمكن أن تقول ذلك، ولكن التصنيف الآن في السودان هنالك كتلة معارضة للانقلاب وكتلة مؤيدة للانقلاب، هذا هو التصنيف الذي نتعامل به لحد بعيد. الكتلة الانقلاب، الكتلة التي تساند الانقلاب، هذه التي ذكرتها لك، هي مجموعة من القوى الأحزاب الصغيرة أو الأحزاب التي كانت قريبة من النظام البائد وحركات كفاح مسلح وهكذا. وأما الأحزاب المعروفة التي قادت الثورة
هي الأحزاب الآن التي تقف مناهضة للانقلاب، هي التي تم اعتقال قادتها يوم 25 أكتوبر ووضعوا في السجون. البرهان حافظ على هذه المجموعة معه لتسانده، ولكن في حقيقة الأمر هي غير معترف بها. وهذا هنالك واقعة شهيرة في السودان، واقعة الحوار يطلق عليه حوار فندق سلام بوتانا. هذا الحوار التي تحدثه الآلية الثلاثية عندما قطعته الحرية والتغيير اللجنة المركزية التي أصدرت هذه الورقة، فشل هذا الحوار. حتى هو حوار دولي لم يستمر، وفي آخر المطاف وجد العسكريون أنفسهم أمام الحقيقة بأن جلسوا فقط مع الحرية التغيير في منزل السفير السعودي في الخرطوم. فلذلك هذه المجموعة هي المجموعة الآن تخشى من أي عملية سياسية أو تحول ديمقراطي يفقد ما تكسبته منذ انقلاب 25 أكتوبر. فهي تريد أن تحافظ على هذا الانقلاب، تريد أن تضمن لها دور ومناصب ومنافع قبل أن يتحقق أي عودة حقيقية للتحول الديمقراطي والمسار الديمقراطي من جديد. فهي ليست أجسام قريبة من الحرية والتغيير أو لها علاقة بالحرية والتغيير، إنما هي الآن أصبحت أقرب إلى معسكر الانقلاب. طيب كيف سيعاد توظيف أو الضبط وتعريف دور الجيش السوداني في المرحلة المقبلة؟ هو ما نبحثه بعد وقفة قصيرة. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد كل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن الشأن السوداني ومبادرة إنهاء دور الجيش من المشهد السياسي في البلاد. في الاستوديو أستاذ حمد، هذه الرؤية بغض النظر عن الموقف منها، موقف المخالفين والمعارضين لها، لكنها جاءت بعد تصريحات من قادة الجيش بأنهم سينسحبون ويتركون المجال للمدنيين. برأيك جميع الفرق السياسيين أو الفرق السياسية والأحزاب السياسية في السودان من مؤيد لهذه المبادرة ومعارض، هل ثمة ثقة بأن الجيش جدي وحسن النية في ترك المجال للمدنيين؟ لا، أولا نحن بنناقش في مشروع افتراضي. حتى هذه اللحظة لم يخرج الجيش ليحدثنا عن تسوية سياسية ولا عن اتفاق. وفي الجانب الآخر هنالك تلبيس من الحرية والتغيير وارتباك في الساحة السياسية حول ما هي هذه التسوية. لم يكن هنالك شيء رسمي حتى هذه اللحظة ليناقش لتتخذ منه المواقف، ولكن المواقف التي تنتج الآن هي نتائج لصراع سياسي خلال السنوات الثلاث السابقة الماضية. فهذا ما يجري الآن بوضوح شديد. يعني أنا أقول لك تعقيبا على الحديث الذي جرى قبل قليل، هنالك مصطلحات لتضليل الرأي العام ومحاولة تقزيم خصمائك السياسيين بصورة بشعة عندما تقول هذه كتلة مع الانقلاب وهذه كتلة ضد الانقلاب. الكتلة التي صارت الانقلاب يسميها الأخ شوقي عبد العظيم هي نفس مجموعات الحركات المسلحة. طب حتى يكون واضحا للمشاهد العربي أن الانقلاب المقصود فيه انقلاب المجلس السيادي على حكومة حمدوك. نعم نعم، أنا أتحدث عن هذا. نعم، الحركات التي كانت تقاتل حكومة السودان في الفترات السابقة تمردت على القانون، ثم ذهبت حكومة الحرية والتغيير وقعت معهم اتفاق جوبا.
وكان بالنسبة لهم هذا نصر عظيم بأن عادوا هؤلاء يسموه حركات الكفاح المسلح. ولكن لما اختلفوا معهم في الرأي أصبحوا هم الآن مساندي الإنقلاب. هذه مواقف سياسية لا تدين أحد، ولكنها اختلاف الرؤى حول قضايا سياسية محددة. ولكن هو النهج الذي جعل الحرية والتغيير الآن هي نفسها تسعى لكسب الجولة القادمة في الرجوع إلى السلطة. فلماذا تعيب الحرية والتغيير؟ أليس هذا حكما على النوايا؟ هي قصة النوايا، هذا كلام مشروع مطروح على الساحة السياسية وفي ممارسة جريئة جدا. والحرية والتغيير لما تطرح هي وتطرح فيها رؤية تتعلق بتكوين وتشكيل السلطة وبناء دستور، وأين هي من هذه السلطة؟ فلذلك الصراع الذي يدور الآن هو صراع محاصصات سياسية ليس إلا. وأنا أقول لك بوضوح، العسكر ليس جادين في الخروج من السياسة، وهؤلاء الحرية والتغيير بكل أجنحتها يلهسون خلف السلطة. القضية هي الآن يدفع ثمنها على المستوى العام هو الشعب السوداني. أليس طبيعيا أن يكون تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يمتلك قاعدة سياسية يعني لا يمكن إنكار أنها عريضة؟ من الذي أنا أنكر والآخرين ينكرون؟ الشعب السوداني ينكر. نعم. هذه الأحزاب تقيس وجودها السياسي بالناخبين السياسيين وبتاريخهم السياسي. حدثني عن هذه الأحزاب السياسية متى كان لها نواب في البرلمانات انتخابات، سواء كان في 65 أو سواء كان في 86. نعم. هذه ليس الوجود جماهيري لها. حزب البعث العربي الاشتراكي حزب لم ينال في أي انتخابات في السودان ولا دائرة واحدة جغرافية ولا حتى نائب في البرلمان، وهو الآن 6 أحزاب. المؤتمر السوداني تشكل في العام 97، التجمع الديمقراطي طلع من حزب الاتحاد الديمقراطي، وهذه هي الأحزاب التي تتحدث عن قاعدة جماهيرية عريضة. أليس المنطق الذي تتحدث به أستاذ حامد يعني معذرة منطق إقصائي، بمعنى أن هذا الحزب ليس لديه قاعدة كبيرة وهذا الحزب تشكل في 97؟ أنت سألتني وأنا أجبت. أنا لا أتكلم عن إقصاء، أنا أتكلم عن واقع سياسي. ولك أن تسأل أليس غيري. من حق القوى السياسية الجديدة أن تبحث لها عن موطئ قدم في السلطة حتى تدير البلاد وفق رؤيتها لصالح البلاد؟ مؤكد، ولكن أين تبحث؟ تبحث في صراع على السلطة بالسفارات وبالضغط المجتمع الدولي، ولا تبحث عنها بصندوق الانتخابات؟ نعم. الطبيعي أن تبحث عن السلطة في صندوق الانتخابات بتفويض شعبي دستوري. هذا ما تهابه القوى السياسية التي تصارع الآن على الرجوع إلى السلطة مرة. لكن في المبادرة قالت أنها ستكون في هذه المرحلة الانتقالية لمدة 2 قبل إجراء انتخابات، يعني هي معترفة بأن البلاد بحاجة إلى انتخابات، لكن يجب أن ترتب وضعا انتقاليا. طيب، هي نفسها أعدت وثيقة دستورية وحددت فيها أجل لهذه الفترة الانتقالية، ثم جاءت من جديد لتبدأ من جديد فترة انتقالية أخرى. ومن الذي يضمن أن لا تغير موقفها مرة أخرى وتعود لتحدد فترة انتقالية 2 أخرين؟ كلام جميل. طيب، أذهب إلى الخرطوم. أستاذ شوقي، في أول خطاب له الرئيس المجلس السيادي اللواء الأول الفريق الأول عبد الفتاح البرهان قال بأنه القوى السياسية قدمت تنازلات فيما يتعلق بالمفاوضات الدائرة الآن بين قوى الحرية والتغيير وبين العساكر، هل يمكن أن تحدثنا عن طبيعة هذه التغييرات التي أثارت ارتياح البرهان؟ نعم، لكن دعني أولا أعود إلى ضيفك حامد هذا، أنه يتحدث عن أحزاب صغيرة وأحزاب كبيرة، وهو صاحب حزب كان من أصغر الأحزاب وحكم هذه البلاد 30 سنة بانقلاب عسكري جسم على صدر هذا الشعب 30 سنة وهو حزب صغير، وبهذا المنطق كيف حكم هو هذا البلد؟ أستاذ شوقي، ألتمس منك تفضلا، يعني حقيقة قبل هذه الحلقة تكلمت مع الأستاذ حمد وهو يعرفك جيدا وعبر عن احترامه لك، قال أنا أختلف مع الأستاذ شوقي ولكن شخصية محترمة وفي السودان، لذلك ألتمس منك إبعاد البعد الشخصي وعدم تحويل الحلقة إلى مساجلة ومناكفة، تفضل ويمكنك أن ترد، تفضل. نعم، أنا أقيم له أيضا بالاحترام، يعني أنا لا أتكلم عن شخصه، ولكن الحزب الذي ينتمي له هو حكم 30 سنة وهو حزب صغير حكم بانقلاب عسكري فقط، هذا أنا أتحدث عن شخص. طيب، فيما يتعلق بسؤالي أتحدث عن الحزب. نعم، فيما يتعلق بسؤالك، هو البرهان يريد أن هذا الخطاب كان للجيش، أن الجيش لا يقدم تنازلات، ولكن في حقيقة الأمر وما قالته الآلية الرباعية التي تتكون من السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية للحرية والتغيير، أن الجيش أول عبد الفتاح البرهان المجموعة الحاكمة من الجيش قبلت بأن تناقش الوثيقة الدستورية وأن لديها ملاحظات، تم نقل هذه الملاحظات للحرية والتغيير، ثم قررت الحرية والتغيير أن تشكل لجنة من 3 أشخاص غير رسمية للاستماع إلى هذه الملاحظات مباشرة والمناقشة حول بقية بنود الوثيقة الدستورية التي أعدتها تنسيقية المحامين.
فهذا كان هو الانفتاح. ولكن عبد الفتاح البرهان بعقلية العسكر يريد أن يقدم نفسه كأنه في موقفه من الانقلاب العسكري وأن هذا الانقلاب، لكن حينما قال عبد الفتاح البرهان الفريق الأول عبد الفتاح البرهان حينما قال بأن قوة تحالف قوى الحرية والتغيير قدم تنازلات في المفاوضات الدائرة الآن، لم يظهر أحد من هذه القوى لينكر قولته، علما أن هذه القولة لها إيحاءات سياسية في الداخل، مع ذلك لم نجد إنكارا لها. يعني هناك إنكار لها، بعض من القوى السياسيين تحدثوا في مناطق مختلفة. أنا شخصيا أجريت حوار مع أحد القيادات في حزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف، وكلهم أشاروا لأن هذا الكلام هو كلام فقط من البرهان، ولم يحدد شكل هذه التنازلات التي قدمتها القوى السياسية. وقطع الذي يسأله أحد أو يجرؤ أحد من العسكريين في ذلك التنوير أن يسألوا ما هي هذه التنازلات. ولكن هذا أمر أنا في تقديري هو أمر ليس جوهري ولا يهم مهم في هذه القضية، هي قضية بلد. بغض النظر عمل الذي قدم التنازلات، نحن الآن نبحث عن مخرج من مأزق الانقلاب الذي وقع في 25 أكتوبر. ولكن مع ذلك كان هو خطاب للجيش. لكن هل البحث عن مخرج، هل البحث أستاذ شوقي، وهنا أنقل لك رأيا موجود في الشارع السوداني، هل البحث عن مخرج الذي تقوم به قوى تحالف قوى الحرية والتغيير بحث سوداني وطني محض أم مشبع برؤى خارجية؟ الآن بكل صراحة هنالك حالة ضعف شديد في السودان في السياسة، وهنالك سيطرة بالعنف وقوة السلاح. لا يحد يستطيع أن ينكر دور المجتمع الدولي، ولكن الإيحاء بأن هذا الدور هو دور عمالة وأن هنالك بيع البلد وأن هنالك، لكن المجتمع الدولي، نعم جيد 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 أنك تقول بأن المجتمع الدولي له دور في السودان، هذا جيد، لكن المجتمع الدولي تمثل وجهة نظره الآن هي الرباعية، يعني الإمارات والسعودية وأمريكا، هل هذا مجتمع دولي الآن برأيك؟ نعم، أكثر من ذلك هنالك بعثة الأمم المتحدة هي صاحبة الموقف الأساسي. الآلية الدولية تصلح نفسها كوسيط بين القوى السياسية والعسكريين، ولكن هنالك الوسيط الرسمي الدولي الحقيقي هو بعثة الأمم المتحدة، بعثة اليونتام المعروفة في السودان التي رأسها فولكر بيتر، هي البعثة الأممية وهي المناط بها دعم الانتقال رسميا من الأمم المتحدة، هي التي تلعب الدور الأساسي كمستثمر في العملية السياسية في السودان. نعم. ولكن عودا على بدء المسألة، هي بأن هذه هي رؤية سودانية تنجز برؤى سودانية تتوافق مع الوضع السوداني والموقف السوداني. هؤلاء فقط هم مسهلين لهذه المسألة وداعمين للتحول المدني الديمقراطي في السودان. فهناك توافق مع رؤية المجتمع الدولي ما يطلبه السودانيون الآن بأن يحكموا مدنيا بحكومة مدنية ديمقراطية تتيح الحريات. نعم. إلى أن يتم هذا الانتقال الديمقراطي. طيب. إلى وضع ديمقراطي حقيقي بعد انتخابات ودستور دائم للبلاد. طيب دعني بعد إذنك أن أتحول إلى أنقرة مرة أخرى وأرجو أن يكون الصوت جاهزا الآن. دكتور وليد، يعني الآن مفاوضات جارية بين تحالف قوى الحرية والتغيير وبين المؤسسة العسكرية، ما حدود الانكفاء السياسي الممكن في نظرك من جانب العسكري؟ هذه واحدة. وهل أي انكفاء سياسي سيكون لمصلحة هيمنة أو سيطرة بين مزدوجين كما يقول ضيفنا في الاستوديو الأستاذ حامد لصالح قوى الحرية والتغيير؟ أعتقد أن ينبغي أن ينظر لهذه المسألة من جانبين. يعني هل المكون العسكري الآن سوف يسلم السلطة تماما وينسحب من المشهد كما قال في تصريحات سابقة للجيش تماما ويترك والحرية التغيير تغرر ما تشاء في مصير السودان ومستقبله وحتى مصير الجيش وما يتعلق بعملية الإصلاح الأمني وإصلاح القطعات الأمنية؟ أنا لا أعتقد أن ذلك سوف يحدث. وفي ذات المقدار يعني أنا أستغرب تماما عندما يتكلم أي محلل سياسي عن هذه الفترة الانتقالية سوف تنتهي بانتخابات وسوف يقبلون بنتائج الانتخابات بهذا المعنى، وهم يضيغون زرعا بمشاركة القوى السياسية الأخرى في الإعداد لتصور من أجل مستقبل السودان نفسه. فأنت تريد أن تضع كل الملامح والتفاصيل للمستقبل وكذلك حتى قواعد اللعبة التي سوف تكون في اللعبة الانتخابية في المستقبل، وتقول سوف نذهب بعد ذلك للانتخابات ونقبل بالنتائج.
فأنت لم تقبل حتى بالشراكة في إطار التشاور حول مستقبل البلاد في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها السودان، وخاصة أن القوة السياسية الآن يعني بتوصيف أستاذنا شوقي عبد العظيم، إذا قسمت هكذا تقسيم قوة مؤيدة للانقلاب وقوة معارضة للانقلاب، عندما ننظر إلى القوة المؤيدة للانقلاب بتوصيف أستاذنا شوقي سوف نجد كل حركة الكفاح المسلح التي عجز نظام الرئيس البشير بكل ما يملك من جبروت عسكري وقدرات في أن يحر هذه القوة إلى سنوات طويلة، يعني من 2003 إلى أن سقط النظام لم يستطيع أن ينتصر على هذه القوة انتصارا كاسحا يجعل دارفور يعني في حالة طبيعية، لم يستطيع ذلك. فكيف تقول أن هذه القوة هي قوة مؤيدة للانقلاب وقوة كأنها يعني لا يمكن تجاوزها في هذا السياق؟ لا أعتقد أن هذا التصور صحيح. نعم. للتعامل مع القضية السودانية، فالجيش بهذا التوصيف لن يترك القوى السياسية تتصرف في إعداد مستقبل السودان والانفراد بالسلطة كقوة سياسية تحدد من يشارك في نعم. في المستقبل، تحدد من يكون هو جزء من هذه العملية السياسية المستقبلية. طيب. تحدد الملامح الأساسية للدستور، والقوى السياسية الأخرى ليس لها أي نصيب في هذه المشاركة. لا أعتقد أن ذلك سيكون طيب. يكون صحيحا، وخاصة أن الآن هنالك إخصاء متعمد للتيارات الإسلامية. صحيح مؤخرا حدث نوع من التوافق بين أنصار السنة الفصيل المؤيد للسعودية أو الفصيل التابع للسعودية والمؤتمر الشعبي حول بعض الملامح الأساسية، وهذا تحول كبير يعني أنا أعتقد، ولكن ينبغي أن تتوسع هذه الدائرة. نحن نتكلم هنا لأن هذا الوطن إذا ضيع هذه الفرصة لن يجد فرصة أخرى. هذا الذي كنت سأبني عليه دكتور، وهذه نقطة يعني مهمة جدا جدا، أريد أن أبني على ما تفضلت به لأسأل الأستاذ حمد في الاستوديو، يعني حتى لا يكون السودانيون يدورون في حلقة مفرغة ولا يكون الخطاب المعارض عبثيا أو عدميا، يعني على الأقل تحالف قوى الحرية والتغيير ترمي بحجرها في الماء لتحرك الماء الراكد، تفعل حركة، تصنع حركة، ماذا بعد الرفض؟ معلش أنا حاجة للتوضيح وليس للمساجلة بيني وبين الأخ شوقي عبد العظيم. تفضل. وصفني بأن أنتمي لحزب صغير، فأنا داير أذكر الأخ شوقي انتخابات 86 ديمقراطية الثانية كم عدد نواب حزبي الذي أنتمي إليه؟ كانوا 54 نائب، الحزب رقم 3 في البرلمان. ليست هذه قضية، هذه قضية للذكرى يعني فقط. نعم. عشان نبني عليها قضية سياسية أخرى. لا بس. الراكد السياسي الآن نعم. في السودان، سؤالك فيه واعتقادي لا تحركه القوى الحرية والتغيير، بالتأكيد الراكد السياسي الآن تحركه الرباعية ويحركه المجتمع الإقليمي والدولي، وإدارته للشأن السوداني هي أكبر من المكون العسكري وأكبر من قوى الحرية والتغيير. والاجتماعات الآن التي في تبت في قضايا استراتيجية في السودان، سؤال مهم للأخ شوقي ولآخرين، أين تعقد هذه الاجتماعات؟ في بيوت السفراء وليس في قضايا وطنية حقيقية تعالج بهذه الصورة. المجتمع الدولي الآن يرسم الخطى واحدة والأخرى فيما يمكن أن يحكم السودان فيما بعد، وهذا الدستور الذي أسس عليه هذا الاتفاق المزعوم هو نفسه من كتبوه أشاروا إلى أنه بمساعدة المجتمع الدولي، وغادة الحرية والتغيير يخرج من يوم لآخر في التلفزيون ويتحدوا الناس في أنه نحن سنتواصل مع السفارات سفارة في الخرطوم وسننقل لهم قضايانا بالليل والنهار. هل هذه القضايا بتاع التحريك داخل قوى الحرية والتغيير؟ والله هذه هي عمل مجتمع دولي متمثل في سفارات موجودة في الخرطوم. هذه قضايا الآن يجب أن تقرأ بصورة واقعية. لكن هل هناك قوة سياسية في السودان الآن قادرة على أن تنأى بنفسها عن تدخل الخارج؟ يعني إذا ما استعملت مصطلحك بأنه الجلوس مع الخارج والارتماء إلى الخارج لإدارة مصلحة الداخل، ألا من باب البراغماتية السياسية في هذه المرحلة الصعبة والسودان في واحدة من أضعف مراحله، أليست مبررة سياسيا؟ يا عزيزي لدينا تجارب في السودان سياسية أهديناها للعالم كله وللجيران من حولنا في تجارب سياسية. السودان بدأ في كتابة الدساتير من 56 وأول ثورة سودانية كانت في 64 وعقبتها فترة انتقالية وعقبتها حكومة منتخبة، انقلاب عسكري ثم ثورة ثم انتخابات ثم حكومة منتخبة. طيب. هذه تجارب. الذي يريد حل قضاياه الوطنية لدينا أحزاب لها تاريخ، ونحن كسودانيين لدينا تاريخ وعزة، يمكن أن نحل قضايانا السياسية بصورة واضحة وقوية، ولكن ما يجري الآن هو عجز من هذه الأحزاب
وتخوف من قضايا أساسية في أن لا تريد انعقاد انتخابات في هذه المرحلة الحالية. لذلك هي تلجأ أن تكون ابن مدلل للمجتمع الدولي لتمارس الضغوط على المكون العسكري. واحد من هذه الافتراضات أن المكون العسكري قد خرج من الساحة السياسية، وهذه مصيبة للبلاد طبعا بالتأكيد. يعني وجود القوات المسلحة كحامل المرحلة الحالية وقبيل الجامع العسكري من هو أصلا يعني للسلطة، هم نفسهم الذين يتحدثوا عن الانقلاب الآن، هم ما ذهبوا لأي موقع آخر في خرطوم، ذهبوا القيادة العامة للقوات المسلحة وحدث فيها انقلاب في أبريل 2019، وهم نفسهم من وقعوا وثيقة دستورية بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري. إذا لماذا هذا الضجيج الآن؟ ستخرج القوات المسلحة، ولكن يجب أن تخرج بصورة قانونية وصورة دستورية عبر انتخابات. نعم. تجري الانتخابات، يفوض الشعب السوداني من يراه مناسب تفويض شعبي وتفويض دستوري، ثم تنظم الحياة لإصلاح المؤسسات العسكرية، المؤسسات المدنية، المؤسسات الأمنية، ويصبح فيما بعد من يحكم السودان هو مفوض من قبل المجتمع السوداني وليس بدعوة حكومة مدنية زائفة وغير معلومة المعالم والملامح. فيما يتعلق أستاذ شوقي في مستقبل السودان، يعني لاحظنا أن المبادرة انطوت على قضية الدعوة إلى مراجعة اتفاق جوبا للسلام السوداني. هناك من يرى بأن هذه الدعوة هي لا تنبع من حاجات السودان الداخلية بقدر ما تنطوي على بعد كيدي للحركات المسلحة المستفيدة من هذا الاتفاق، بسبب أنها مالأت العسكر في الانقلاب على حكومة الحمدوك التي تشكل تحالف قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية لها. ما رأيك وتعليقك على هذا؟ أستاذ شوقي؟ لا يسمعنا أستاذ شوقي. طيب بالنسبة للدكتور وليد في أنقرة، ما مدى الاحتقان السياسي الذي يمكن أن يحصل فيما لو وجدت شيئا من التطبيق، وقع الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري أو عفوا بين العساكر وبين تحالف قوى الحرية والتغيير، وقع اتفاق ما ونفذت بعض بنود هذه الاتفاقية، ما مدى التخفيف من الاحتقان السياسي في السودان الذي يمكن أن نشهده في المرحلة المقبلة؟ طيب أنا يعني يمكن أستشهد بسؤالك الذي وجهته للأستاذ شوقي، وهو مراجعة اتفاق سلام جوبا نفسه الذي نص عليه في هذا النص الشائع الآن. فهذا يعني أن القوى الموقعة على اتفاق سلام جوبا سوف تكون هي جزء من القوى المعارضة لهذا الاتفاق، وهي داخل السلطة في آن واحد، لأنها ما تزال في مجلس السيادة مشكلة، ما تزال تقود الإقليم إقليم دارفور، ما تزال في الحكومة المركزية. فبهذا المعنى سوف تكون هذه القوى هي القوى التي تعمل على إسقاط أو منع قوى الحرية والتغيير حال وصولها إلى السلطة من جديد في إحداث أي تغيير في اتفاق جوبا. وبهذا المعنى سوف يكون أي البقاء على اتفاق جوبا نفسه هو مسار لمشكلات أخرى، لأن اتفاق جوبا نفسه تضمن إشارات إلى مسار الشريك، والذي رأينا كيف أغلقت القوى الشعبية أو المجموعات القبلية في شرق السودان، أغلقت الطريق المؤدي إلى المنار الرئيسي للسودان. فبهذا المعنى اتفاق جوبا نفسه تضمن هذا المسار. فأيضا هذه القوى نفسها تطالب كانت بإلغاء مسار جوبا، مسار الشرق. فبهذا المعنى سوف يكون هنالك حراك أيضا في شرق السودان مرة أخرى، وهنالك قوى سياسية، القوى الاجتماعية نفسها في شرق السودان كانت تعارض حكومة الرئيس حمدوك وأغلقت الطريق المؤدي للميناء. سوف تعود هذه القوى نفسها لتعترض من جديد على انفراد قوى الحرية والتغيير بالمشهد. طيب. فبهذا المعنى نحن الآن مقبلون على مشكلة أكثر من أننا مقبلون على حلول. فالحل الذي أعتقده أنا أن يتداعى السودانيون كما فعل الأثيوبيين في العام 1991 عندما أسقطوا نظام الرئيس مانغستو هايلماريام، اجتمعت كل القوى السياسية، كل المكونات القبلية، كل المجموعات الدينية وغيرها، اجتمعوا اجتماعا واحدا واختاروا من بينهم 120 رجل ليكتبوا دستورا دائما لأثيوبيا وليصيغوا نظاما سياسيا للدولة، واستطاعوا أن يخرجوا بفكرة الفيدرالية الإثنية التي قادت أثيوبيا لسنوات طويلة جدا. طيب. فأعتقد أننا مطالبون أن نعود لهذه اللحظة كما يسميها السيد صديق المهدي. نعم. في المؤتمر الدستوري القومي ينبغي أن نعود لهذه اللحظة وأن يأتي الجميع. طيب أصبح بغير هذا، بغير ذلك فإن التسوية التي تقودها الآن والحرية التغيير نعم. ومن خلفها الرباعية
وانا لا اعتقد ان الرباعيه جاده في عمليه الانتقال الديمقراطي. طيب لو تأذن لي ان اعود دكتور وليد معذره لو تأذن لي ان اعود لان الوقت ادركنا لو تأذن لي ان اعود بعد اذنك الى 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 الخرطوم مره اخرى. استاذ شوقي كان سؤالي موجها لك، يعني هناك اتهامات لهذه الرؤيه بانها عندما تحدثت عن ضروره مراجعه اتفاق جوبا للسلام السوداني انها هذه الدعوه بحد ذاتها دعوه كيديه بحق الحركات المسلحه التي مالأت او وافقت العساكر في الانقلاب على حكومة حمدوك التي هي يعني الابن المدلل لتحالف قوى الحرية والتغيير. هل ما يريده الآن السودان مراجعة اتفاق جوبا للسلام السوداني؟ طبعا أعتقد أن هذه الرؤية ضعيفة جدا ومحدودة جدا، لأن الحرية والتغيير قالت مباشرة ورسميا أنها ليست ضد جوبا وليست ضد اتفاق جوبا وليست ضد حركات جوبا، وقالت ان هؤلاء كانوا هم اخوه نضال واخطاوا في مسانده الانقلاب وعليهم ان يعودوا الى الطواب ونعمل سويا. هذا ما قالته، وهنالك تغريده شهيره صدرت خلال ايام لحاكم دارفور أركومني مناوي يؤكد انه ان ما قالته الحريه والتغيير هو الطواب. فهذا الحديث ما معنى مراجعه اتفاق جوبا؟ ما معنى اتفاق مراجعه اتفاق مراجعه جوبا؟ اتفاق جوبا لان التنفيذ اثبت هنالك اخطاء كبيره في الاتفاق، فبمراجعه الاتفاق ومراجعه التنفيذ لانه لم ينفذ على الارض وبالذات الترتيبات الامنيه وما يتعلق بها. ولكن مساله ان الحريه والتغيير والمجتمع الدولي ومحاوله ان السودان هو معزول عن المحيط الاقليمي والدولي وان البطوله ان يقف السودان هكذا دون مساعده من احد، هذا كلام كاذب. البشير الرئيس البشير جلس امام بوتين وقال له احميني من الامريكان، هذا في عهد الكاميين الذين هم الان هربوا من السودان ويريدوا ان يدخلوا اللعبه السياسيه دون محاسبه. طيب افتحوا المجال، وسعوا المشاركه، دعونا نشارك دون ان يحاسبوا على جرائم قتل السودانيين، دون ان يحاسبوا على الفساد والنهب. هذه الطريقه ساذجه وضعيفه وغير مقبوله من الشعب السوداني. طيب استاذ شوقي ارجو ان تعذرني، استاذ شوقي فكرتك وضحت تماما وارجو ان تعذرني ادركني الوقت، لم يبقى معي الا دقيقه احيلها للضيف الاستوديو. ما الذي ينقذ السودان من اي مطبات سياسيه تلوح في افقه الان برايك؟ والله بالتاكيد الذي ينقذ السودان هو اتفاق اهله على حل سياسي يتواضع عليه الجميع، ليس بالطريقه التي تحدث عنها شوقي عبد العظيم ولا الاخرين الذين ينتمي اليهم. لكن هذا يعني كلام نظري، عمليا ما الذي يمكن ان نعمله؟ عمليا يجب ان نتجاوز اي تدخلات اجنبيه لصالح زيد من في السودان. المفترض ان نتعامل كقضيه واحده سودانيين، حلول داخليه قويه تقدم حل يتوافق عليه الجميع، يجمع القوات المسلحه مع القوى السياسيه الاخرى لبناء قاعده لحكومه انتقاليه تعود للانتخابات. من الذي سيدير هذه الرؤيه التي تقدمها؟ يجب ان تدار في الداخل، يعني القوات المسلحه هي الان المؤسسه الوحيده القوميه التي هي قامت بالتغيير في 2011، يجب ان تكون هي القاعده وينطلق منها الاخرين نحو الاتفاق السياسي. اشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، وصلنا الى ختام هذه الحلقه التي اشكر في نهايتها ضيوفي الكرام في الاستوديو، الاستاذ حامد ممتاز وزير الحكم الاتحادي الاسبق في السودان، وكان معي من الخرطوم عبر الهاتف الاستاذ شوقي عبد العظيم الصحفي والمحلل السياسي، ومن العاصمه التركيه انقره الدكتور وليد الطيب الباحث في مركز البحوث والدراسات الافريقيه بجامعه افريقيا العالمية. على أن الشكر الأكبر لحضراتكم على كرم المتابعة، في حراسة الله.